أشهر لقطة في تاريخ كرة القدم المصرية، الأسطورة محمود الخطيب والأسطورة حسن شحاتة واخدين إيد بعض ورايحين للجمهورين، رايحين يحيوا الجمهورين. هي يعني لقطة، أشهر لقطة في كرة القدم المصرية اللقطة دي. حد طيب، أنا مش هقول طبعًا الكابتن خطيب علشان ما أقولكش أنت أصل قناة الأهلي وبتتكلم على كابتن خطيب، مع إن حقي يعني، بس ده أسطورة كبيرة وحقي إن أنا أتكلم عنه. لكن هل جمهور الزمالك مثلًا ما بيحبش كابتن خطيب أو ما بيحترمش كابتن خطيب؟ بالعكس. كل، وعلى فكرة أنا بقالي يومين ما بعملش حاجة غير إن أنا بسأل كل اللي حواليا، يعني طبعًا اللي أقدر أسألهم في هذه النقاط. وفي منهم مشجعين متعصبين لنادي الزمالك بيقولوا محمود الخطيب ده في حتة تانية، محدش يقدر يتكلم عنه وعن احترامه وعن أدبه وعن أخلاقه. وفي نفس الجانب بسأل جمهور الأهلي على حسن شحاتة، قالوا لي ده حسن شحاتة ده بعيداً عن إن هو مدير فني كبير وكل حاجة، ولكن أنا بتكلم على فترة ما كان بيلعب. قالوا لي حسن شحاتة ده في حتة تانية، كلنا بنحترمه وكلنا بنحبه. أحمد الأحمر نفس الكلام، اشمعنى أنت؟ اشمعنى شخص او شخصين او حد اتنين تلاته بيلعبوا في كرة القدم، بيلعبوا كرة قدم في نادي الزمالك، ليه اشمعنى هما؟ بص حضرتك اللقطة دي، دي لقطة محترمة، لقطة محترمة من ما بين الكابتن طارق محروس مدير فني النادي الاهلي اللي كسب او اللي اتغلب في مباراة نادي الزمالك في السوبر الافريقي مع نجم كبير زي كابتن احمد الاحمر. فالحقيقة أنا دايماً مندهش ودايماً ببقى بقعد أفكر كتير في مثل هذه الأمور. ليه الناس بتحترم أحمد الأحمر؟ ليه الناس بتحترم؟ ليه جمهور الأهلي بيحترم أحمد الأحمر؟ ليه جمهور الأهلي بيحترم حسن شحاتة مع حفظ الألقاب طبعاً؟ ليه كابتن، ليه جمهور الأهلي بيحترم حازم إمام الكبير؟ هي اللقطة دي، هي اللقطة دي اللي أنا بتكلم عنها. أسطورتين في عالم كرة القدم، كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحات، الناس كلها بتحبهم والناس كلها بتحييهم، الاهلاويه والزملكاويه. لكن اشمعنا الكم حد اللي انا بتكلم على مع حضراتكم عليهم دول، اشمعنا دول؟ لان هم بيعملوا حاجه ما بتحصلش. افرح واتبسط، ما حدش قال لك ما تفرحش، افرح واتبسط وارقص وهات الكاس من فوق وهات الكاس من تحت ونزله تحت وطلعه فوق واعمل كل اللي انت عايزه، ما حدش هيزعل. ما حدش هيزعل لان احنا عملنا كده كتير. بس احنا بطريقتنا وباسلوبنا وبشاكتنا وجوه استوديو، احنا لما جبنا الكاس العشره دخلت انا بيه ورقصت وفرحت اتبسطت، مبسوط ان النادي الاهلي كسب، مش مبسوط ان نادي اخر اتغلب او ما خدش البطوله، انا مبسوط ان انا كسبت. مفيش لعيب من الاهلي طلع على 10 5 مثلا. حاجات غريبه جدا بنشوفها. وبعدين ايه؟ لو جه جمهور النادي الاهلي يقول لك اصل هو جمهور النادي الاهلي اتكلم يعني ولا حاجه، يقول لك جمهور، لا مش جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي اهو بيشوف احمد كابتن احمد الاحمر في كل حته وبيسقف له، بيقول له انت راجل محترم، احنا عايزينك تبطل عشان احنا نكسب، لان هو كويس شغال راجل محترم بيحترم فريقه بيحترم الفرق الاخرى بيحترم الفرق الكبيره بيحترم بطولات النادي الاهلي بيحترم جمهور النادي الاهلي، عارف ان هو مسؤول عن الكلمه اللي لما يطلع قدام الكاميرات مسؤول عن كلمه، لانه كابتن فريق واسطوره كبيره احمد الاحمر ده، كابتن احمد الاحمر طبعا، فعارف ان هو لما هيقول حاجه ممكن تؤثر في قطاع كبير. فلما جه اتكلم بعد المباراه قال لك النادي الاهلي كان يستحق ان يفوز ونادي الزمالك كان يستحق ان يفوز، ولكن خبره نادي الزمالك، راجل بيتكلم بمنتهى الاحترام ومنتهى الادب وفرح مع فريقه ورقص ومحدش قال عليه ان هو زعلانين منه، جمهور الاهلي زعلان منه، بالعكس بالعكس المحترم بيفرض احترامه على الجميع على الجميع. ولان جمهور النادي الاهلي هو جمهور واعي وعارف كويس جدا 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 ايه اللي بيحصل، وعارف كويس جدا جدا ان ما حدش بيستفزه، بيحتفل مع نفسه بيفرح مع نفسه وكل حاجه مع نفسه، فما عنديش مشكله ان انا اسقف له واقول له مبروك وان شاء الله هكسبك المره الجايه، لان انا عندي اخطاء وهصلحها. هو ده الفارق. الحقيقه الموضوع ده استوقفني جدا جدا خلال الفتره السابقه او بعد مباراه السوبر الافريقي، لانه كان موضوع شائك
وفي نفس الوقت هو شارح وموضح للأمر بكل معانيه اللي احنا كنا بنتكلم فيه كله الفترة اللي فاتت. ما هو بيحصل مع أحمد الأحمر وحصل مع حازم إمام وحصل مع حسن شحاتة وحصل مع محمود الخطيب من جانب نادي جمهور نادي الزمالك.